قال رحمه الله: والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر. هذا بيان لثالث ما ذكره من المسنونات من الصلوات المسنونة، التراويح في رمضان. وقوله جماعة هذا بيان أنه أفضل ما يكون فيما يتعلق بالتراويح على هذا النحو، وليس شرطا، فإنه يصلي صلاة الليل ولو لم يكن في جماعة، وإنما تسمى التراويح إذا صلاها جماعة، وأما إذا صلاها منفردا فهي صلاة ليل. قال رحمه الله: من دخول وقت العشاء إلى الفجر. هذا بيان لوقت صلاة التراويح في رمضان.